مرحبا، قررت اليوم وكذا فيني طاقة أننا أحكي قصة، لكن تكون قصة تخصني أنا، قصة هذه الصورة. هذه الصورة لها قصة عظيمة بالنسبة لي أنا، ونقطة تحول حقيقة في حياتي. لكن قبل لا أسرد قصة هذه الصورة، خلينا أبدي لكم الحكاية من البداية. تبدأ القصة الحقيقية في 2014، وبالصدفة ما كان شيء محسوب له، ما كان شيء حاطنا في البال حقيقة. بس أتذكر أن الساعات الطويلة اللي كنت أقضيها في هذا العمل، تخيلوا كنت أدخل مكتبي الصباح الساعة 9 وأطلع أحيانا 9 أو 8 المساء، متواصل داخل المكتب مقفول، أكلي شربي داخل المكتب، ما كان حد يدخل علي، ساعات متواصلة، شغل قاسي متعب، تفكير عصر ذهن. كل الكلمات والصفات التي تقال لعمل في تعب ارميها على هذا العمل، اختزلها في هذا العمل. فعلا كان عمل شخص واحد، شغل متعب. كنت أقول لنفسي أريد اللي يشوف هذا الفيلم يقول أن هذا الفيلم متعوب عليه، هذا الفيلم فيه اشتغال حقيقي، هذا الفيلم يستحق المتابعة والمشاهدة. لذلك هذا اللي حصل فعلا. بالصدفة في 2014 أحد المقربين من الأصدقاء يرسل لي رسالة أو تقرير باللغة الإنجليزية. مفاد هذا التقرير أنه دور سلطنة عمان أو دور السلطان الراحل طيب الله ثراه قابوس بن سعيد في الحرب على سوريا، إيش كان دوره في هذا الموضوع في 2011 أو 2012 أو 2013. المهم التقرير وصل عندي في 2014. عجبني التقرير، حبيته باللغة الإنجليزية، حسيت اللي كاتبنه من خاطرة، لكن كان في التقرير أشياء ما ممكن كانت. كيف يا بدر ممكن تحول هذا التقرير السياسي من قراءة إلى فيديو، يعني صوت وصورة؟ تعرفوا الآن الناس تحب كثير مشاهدة الأفلام الوثائقية، ما تحب كثير القراءة، ولأن التقرير طويل وبالإنجليزي كيف ممكن تحوله بالعربي ويكون فيلم مشاهد في كل مكان، ممكن تشوفه صوت وصورة؟ لأن التقرير فيه قال، يعني قال الرئيس الفلاني، قال المدير الفلاني، السفير الفلاني، القلاة الفلانية، رئيس القوات المعرف إيش، متعب. كيف ممكن تجيب الكلام هذا اللي الناس قالته، هذا المسؤولين في ذاك الزمان، متعب متعب. عرفت ساعتها أن البنتاغون الأمريكي له قناة خاصة في اليوتيوب في أشياء كثيرة، مؤسسات، أختصر لكم الموضوع، مؤسسات كثيرة عسكرية أمريكية أو عربية لها قنوات في اليوتيوب، وأيضا القنوات التلفزيونية. تعبت البحث عن هذه المواضيع والصور والفيديوهات والانسحاب. لما قال الرئيس الأمريكي أوباما بكرة بتكون في حملة عسكرية على سوريا وبعدين تراجع، كل هذا الكلام من وين تجيبه؟ المهم 6 أشهر، والله 6 أشهر وأنا أشتغل فيه. خلصت الشغل، حصلت المادة الفيلمية، ترجمتها طبعا باللغة العربية، وحذفت منها أشياء ما ممكن تقال، لأن ممكن في ناس كثيرة بتزعل أو دول كثيرة بتزعل عربية، فلذلك حذفتها من التقرير هذا، وتحول التقرير إلى فيلم وثائقي سيناريو. وعطيته أحد الزملاء، ما قصر، عمل له نوع من التلقية أو تشكيل الكلام، كان أخوي محمود البلوشي ذكره بالخير، يعني هو اللي شكل الفيلم ونقاه ورتبه بعد ما عملنا له سيناريو وترجمتنا باللغة العربية، وخلاص المادة الفيلمية جاهزة. دخلنا المونتاج مروا عليه يعني أكثر عن شخص، لأنه متعب المونتاج، متعب متعب. وين تحط الكلام، وين تحط الدخلات، المهم هذا هو الفيلم. وشوفوا بعد ما جهز هذا الفيلم، الرابط له شوفوا. بعد ما جهز الفيلم قدمته كهدية لمعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعمان، تواصلت معاه شخصيا، قلت له في شيء أريد أهديك إياه، وأتمنى هذا الموضوع يوصل للمقام السامي أيامها. يعني الرجل رحب بالفكرة بسرعة، يمكن ثاني أو ثالث يوم اتصلوا فيني من مكتبه الخاص، لأن كنت مكلمنا على تلفون الخاص. بعدين أختصر لكم الموضوع، بعد ما طلبت مقابلته معالي الفريق شخصيا منه هو،
يومين تقريبا وشفت امامي، شفت هذه الشخصيه معالي الفريق اول سلطان بن محمد النعماني رئيس مكتب السلطاني، شخصيه راقيه جميله قياديه، امين كريم طيب، كل الصفات القياديه والطيبه حقيقه ما اقدر اوصفها موجودة في هذا الإنسان. التواضع الغير طبيعي اللي نطلبه الآن في المسؤول، التواضع موجود فيه. بعد هذه المقابلة أنا قابلته ثلاث مرات تقريبا بعد هذه المقابلة شفته. المهم في المقابلة الأولى قدمت له الفيلم الوثائقي وهو جاهز بعد عمل 6 أشهر، والرجل عرف أن هذا العمل متعوب عليه فعلا، لما تشوفوه تعرفوا أن متعوب عليه هذا العمل. أعطيته الفيلم وكعادته هو صاحب ذوق ويعرف السلطان الراحل طيب الله ثراه عن قرب، فلذلك طلب بعض التعديلات في كيفية تغليف هذه الهدية، وفعلا هذا اللي حصل. وصل للسلطان الراحل الله يرحمه طيب ثراه الفيلم، واعتقد انه عجبه لانه صار بعدها التكريم بفترة قصيرة للعلم، لكن الصورة تم نشرها تقريبا بعد 6 أشهر من تم تكريمي، صارت حبيسة الأدراج الصورة فترة طويلة، وبعدين نشرها وانتشرت الصورة مثل ما ينتشر النار على الهشيم، يعني في الجرائد وسائل التواصل الاجتماعي، لأن لأول مرة يتم تكريم إعلامي بهذه الطريقة عشان فيلم وثائقي. فعلا أنا هذه نقطة تحول كانت بالنسبة لي، أول شيء لأن التقيت بمعالي الفريق أول، اثنين لأن الحمد لله نقطة التحول الحقيقية هنا. كان في نقاط في حياتي تحول كثيرة، بس النقطة الحقيقية بمقابلة هذه الشخصية الكريمة القيادية حقيقة. أصلا أول ما جلس أو تم تعيينه رئيس مكتب السلطاني استبشرنا فيه خير في هذا الرجل في 2011، فلذلك مقابلته كانت نقطة تحول. انتشر الموضوع في كل مكان، كل وسائل التواصل وأيضا الجرائد العمانية كلهم نشروا هذا الخبر، اكتب تكريم المخرج بدر المعاشر بتطلع هذه الصورة. وبعد هذا التكريم جيت تكريمات أخرى من مسؤولين أيضا في البلد كوزارات أو وحدات أمنية في عمان، والحمد لله أنا راضي عن نفسي يعني كثير بعد هذا العمل الكبير اللي قدمته. وسيط الحرب العالمية الثالثة، شوفوا الفيلم، تم تكريمي عشان هذا الفيلم، هذه القصة لأول مرة أرويها.